مشاهير يعيشون مع حيوانات نادرة وغريبة. هالصور هي لبوبوس القط الخاص بياسمين عبد العزيز اللي ملأت السوشيال ميديا مؤخرا وتصدرت الترند من خلالها، والسبب مثل ما هو واضح هو شكله الغريب. فالتعليقات على الصور اللي نشرتهم ياسمين كانت بمعظمها مضحكة ومستغربة، وخاصة اللي كتبوها النجمات. منى زكي كتبت: مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس. أما جميلة عوض فقالت: دي قطة ولا فرخة؟ فيما كندا علوش علقت: فوتوجينيك قوي. ولكن اللي ما بيعرفوا الكثار فهالحيوان هو من سلالة القط الكندي، ولكن رغم شكله المختلف ومظهره الخالي من الشعر إلا أنه يعتبر من أغلى أنواع القطط في العالم، وبيتراوح سعره بين 2000 و5000 دولار أمريكي لأنه يعتبر من سلالة نادرة. وياسمين عبد العزيز مش النجمة الوحيدة اللي عندها حيوان غريب ببيتها، فكثير من المشاهير سبقوها، ومن أبرزهم ريس ويذرسبون اللي اختارت تربي عنزة وسمتها مارثا جورج واشنطن واللي تشاركها ممارسة اليوغا. ومعروف عن جينيفر غارنر إنها بتربي الكلاب والقطط، إلا أنه طلعت مهووسة بتربية الدجاج أيضا، فكانت قد نشرت صورة لدجاجها وهي عم تحتفل بعيدهم الأول. أما أرنولد شوارتزنيجر فعنده حمار أليف يدعى لولو وأيضاً مهر اسمه ويسكي، بالإضافة إلى الكلبة شيري، بيشاركوا يومياته وبيعتبرهم جزء من عائلته، حيث أنه بيشارك متابعينه على السوشيال ميديا صورهم هو عم بيمارس لعبة الشطرنج بمطبخ البيت، وخاصة وقت يجتمعوا على مائدة الطعام. ويبدو أن سلمى حايك عندها عشق من نوع آخر باقتنائها بومة رمادية اللون اسمها كيرينج واللي بتهوى اللعب بشعرها. كريستين ستوارد عندها مجموعة من الكلاب الشبيهة بالذئاب، قامت والدتها بإنقاذ عدد من هالكلاب الهجينة قبل سنوات، وأصبحت هي تملك 4 منها في منزلها. أما جاستن بيبر كان يملك في السابق قرد كابوتشين، لكنه الآن بعيش مع قطتي سافانا النادرة، وهو وزوجته هيلي بيحبوهن كتير لدرجة أنهم خصصوا لهم حساب على إنستغرام بيشاركوا عليه صورهم.